فضيلة الشيخ حفظ الله عنك، أيهما أفضل، المداومة على صيام الاثنين والخميس أم الأيام البيض؟ كل له وقت، لكن أيهما أكثر، صيام الاثنين والخميس أو البيض؟ الاثنين والخميس. طيب إذن يصوم الاثنين والخميس، إذا كان لابد إما هذا وإلا هذا، قلنا له صم الاثنين والخميس لأنه أكثر عملا، ولأنه في الغالب لا بد أن تكون أيام البيض فيها أحد اليومين، إما الاثنين وإما الخميس. لكن في نظري إن الذي يصوم الاثنين والخميس لا يعجز عن ثلاثة أيام، فليصومها جميعاً.